الجديد هو حديدا عند الفراعنة ومسرحية مع هشام الجباري ضربنا تران اللي باقي كنعرضوا فيها. توقفنا بحكم ان كل واحد مشى كيصور البرامج ديال رمضان. وعندي كونجي تيلي فيلم هذا صورته مع نوفل البراوي والسيناريست يوسف فاضل. اختي الفكره جات عندهم هما، نحن يعني الناس ديال الشركه والسيد اللي كيكتب هما اللي يعني بالنسبه لهم هما حديدان فضاءات جديده، ايوا اللي كيخلق اجزاء. وهذه بالنسبه لي يعني فكره مزيانه، نتمنى غير حنا نكونوا مزيانين في, 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 في المسلسل. لا هي ما فيهاش غلب، واحد الدان ديما هو اللي كيغلب، ولكن كيغلبش يعني كاينه قوه ولا كاينه، هو دائما بالدهاء ديالو كيسلك راسو. هذا هو يعني هو كان مشى عند الفراعنه وخصو يخرج من عند الفراعنه وخرج. الناس يمكن اللي كيشوفوا ان حديد الدان خداني، اما انا باقي عندي ما يدار وباقي في جعبتي الشيء الكثير الكثير. واللي شفتي غير الادوار اللي درت في السينما دابا ولا في هذا كيمختلف بشكل كبير. غير حديد الدان كيبقى عنده دور كبير بالنسبه لي انا، لانه هو اللي عرفني على الشعب المغربي وعطاني واحد الانتشار كنحمد الله ونشكره عليه. فنقصد نبقى وفي لي يعني من 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 من, من, من ما يكون الزعمة كنشمئز منه ولا يعني انه مضايقني، لا الحمد لله. نتمنى يكونوا اجزاء اخرى جديده كاع، علاش لا. ما كنسولش في هذا الجانب هذا لان ما جبد عليه غير صداع، اللهم ميك وصافي. وغير الاصدقاء ديالي الاطباء اللي تيقولوا لي لان راك بذلتي مجهود كبير اللي زعما غادي يكون النتيجه ديالو شويه صعيبه، والحمد لله على كل حال. انا الاخراج عندي رؤيه، إخراج رؤية يعني ماشي غير هو الممثل قادر أنه يكون يدير المخرج، وبحكم أن الإخراج دابا ماشي 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 سهل، غير ولاو اختصاصات، فولا شاف أوبيراتور ولا يعني كل واحد عنده اختصاص ديالو، فداك داك الثقل اللي كان عند المخرج ما بقاش. غير الآن خص المخرج تكون عنده رؤية ويكون عارف شنو بغا. أنا درت في 2005 كور ميتراج ديالي في إطار مسابقة مع أليان، وكان السيناريو ديالي من العشرة الأوائل. اغلب المخرجين دابا اللي كاينين الشباب راه كانوا معايا في ديك الوقت، كلهم مشاو في الاخراج، ولكن انا بغيت نبقى ممثل وممكن ندير شي تجربه. الا كنت غندير شي تجربه غنديرها في كورميتراج ديالي وصافي. هذا هو بزاف الادوار، يعني ما عنديش دور محدد ولكن بزاف الادوار، بزاف. باقي انا كنقول باقي ما درتش شنو بغيت، كندير اش بغاو هما. اللي بغيت ما بغيت ادوار اللي يعني اللي تكون عندها حموله فكريه قويه وشخصيات اللي عندها عمق، وانا كنبغي الادوار المركبه، عزيز عليا هذا وجه تماره. عزيز عليا. نكذب عليك، ما شفتش ولكن كان غير دي باساج كنشوفهم. بغض النظر على اشنو في وقت الافطار هذاك ما تنشوفوش، ولكن باين لان ولفنا هاد ولفنا ان هاد الكوميك باقي ما عرفناش كيفاش غنديروا ليه. مجموعه من الاسباب حنا عارفينها، ولكن كاين المسلسلات اللي جميله جدا وعندها حضور قوي. غير دابا حنا ولينا كنقولوا دائما البرامج غايبه، ولينا كنديروا داك كلشي كندويو عليه ولكن ما كنشوفوش، تنشوف عادي يمكن نهضر. الا بدينا كنديروا هذه العمليه فراه غادي يعني الانتاج الوطني غادي نقدروا نعاونوه باش يزيد شويه لقدام. ما نكذبش عليك، انا الان قريب للسخريه، اي حاجه اللي فيها السخريه تقدر تضحكني. والله لا لا بحال النهار العادي كنفيق انا كاين الناس وقت يعني ماشي نبقى ناعس، كنفيق في الصباح كنقضي الاغراض ديالي وكنمشي وكنجي، وانا ماشي من الناس اللي كيتقطعوا ولا كيترمضنوا ولا، عادي جدا. الماء هو اللي ضروري عندي. لا انا ماشي من الناس اللي عتني المائده خصها تكون عامره، ولات عندي المائده فقيره بحكم ان دابا بنادم كيكبر خصو شويه تهلا في صحته. 360 كنتمنى لهم التوفيق والرقي، وراه كلكم النقيلات ديالي تبارك الله عليكم، وزيدوا واش غتبقاو نتوما ديما 360، ما نشوفوش 361 62 63 ويعاونكم.